أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظة المرحلة الثانية بالجولة الأولى سيبدأ أيام 2 و3 من نوفمبر المقبل بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقر البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات. كما أضافت وزيرة الهجرة أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة هي القاهرة القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء.